السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. معكم السيد سليم رشيد من ساكنة ديال الملحة، عملة خميسات، جماعة مولي إدريس غبال. حنا تنتواجدوا في القنطرة ديال الملحة بواحد الطريق، دابا حنا صيبناه هنا تقريبا بين قنطرة الملحة وطالعة العين الحمراء. المهم اخي الموضوع ما فيه، هاد الناس هادو هما دابا حنا تقريبا فوق 40 عام وحنا تنتسناو هاد الطريق باش تدوز، وللاسف الشديد ان الطريق ملي دازت هذاك الشيء اللي بغينا فيها ما لقيناش. الناس المسؤولين والناس المختصين ما كانوش قايمين بالعمل ديالهم كما يرضى الله. دابا هاد الطريق هادي هي انتم جاي تشوفوا فيها تقريبا، ها هي طالعه غدا دابا تل المعيفه وغدا خارجه للعين سبيت. حنا كساكنه ديال الميحة هنايا، انا عندي الارض ديالي هنا نيت الفوق، اش نقول لكم الاخوان بالنسبه لهاد الطريق هادي هي دابا عندها 8 اشهر ديال الخدمه ديالهم، خدموا فيها تقريبا، داروا اللي تشوفنا ديالهم. والمشكل هادوك لي كوش اللي داروا بحال هاد الناس هادو ما عندهم لا مراقبه، ما عندهم لا سلطه تابعه وما عندهم حتى شي حاجه. هل يعقل ان نهزوا تراب من هذاك الجبل راه ونعمروا به الطريق وفي الاخير غنقولوا الطريق راه تصيبات؟ والطريق هذه دايزه دابا بمليار ونص، ما بين 5 كيلومترات و7 كيلومترات. المهم حنا كساكنه حنا ما تنعرضوا حد، حنا ما عندنا حتى علاقه بالموضوع، العلاقه ديالنا هي والطريق. طريق الناس الله يخلف على الملك ديالنا وعامل عامل صاحب جلاله الملك محمد السادس الله ينصرو، نعطانا هذه المبادره باش يصوبوا لنا الطرق ديالنا. هذه الطريق اللي يصيبها لنا المقاول حرام عليه يدير هذه الخدمه هذه هي. هل يعقل ان الطريق هذه هي ما كايناش عندها حتى 6 شهور شقات؟ وراه عندي صور انا مصورهم بلا باقي مشقوقه، راه عندي صور باقي في الهاتف ديالي. والبارح تقريبا مع ديك الربعه د العشيه انا ما كنتش هنايا كساكنه، عيطوا لي وقال لك اودي جاو ترقعوا، وانتم باقي ترقع باقي جديد تشوفوا فيها انتم. هذه دابا طريق مخوده بمليار ونص، دابا تترقع ما عندها حتى 6 شهور. اذا به هاد الطريق هذيك اش كندير فيهم؟ دوز واحد العام ولا عامين ولا 3 سنين. وشو دابا واقي الرموك قدامكم طلع المعبر الوحيد، والمعبر الوحيد اللي عندنا في البلاد هذه هي. ودابا مازال غادي تشوفوا المشاكل كثيره بزاف. حنا دابا هذا ابسط الامور، هذه غنطلعوا تما القنطره غتشوف القنطره كلها تشقات. اذا به الناس المسؤولين كرئيس الجماعه كالسلطه المحليه كالتقنيين انهم كاين لا ريسيبسيون بروفيزوار كاين لا ريسيبسيون ديفينيتيف. لا ريسيبسيون بروفيزوار ملي بغاو يسنيو بها الناس عندهم درايه، كاين لابوراتوار، لابوراتوار حنا خصنا نشوفوا هاد لابوراتوار اللي دار هاد لي كوش هادو هما واش اكزيست ولا لا، واش هاد لي كوش بلاصتهم ولا لا. اسيدي بحرا دابا درنا واحد اللائحه كساكنه، وحنا اول طريق التجانا للكرائس وملباش الدعوه ديالنا باش يجي يشوف هاد المشكل هذا هو، تكلمنا معاه ودابا حنا درنا لائحه. ملي الرئيس دابا حنا عيطنا كصحافه ملي شفنا البهدله وهاد المشاكل هادي هي، عيطنا كصحفي شوفوا هاد المشاكل اللي كاينه. ومن بعدها حنا دايرين شي غادي نديروها للسيد عامل الملك جلاله عملت خميسات، وغادي نعني بامر مدير كمدير الجهه المديريه الجهويه حتى غادي نديروا شكايه باش هاد السيد هذا هو يعرف راسو انه راه ما عندوش حق هاد المقاول باش نديروا ليه لا ريسبسيون ديفينيتيف باش ياخذ لا روتين كارونتي ديالو. يعني من بعد السيد العامل كاين الباشا كاين الشيخ كاين الرئيس، حنا دابا كاع دوك الناس غادي ندير لهم شكايات. لقيتوش البيبان ديالهم؟ حنا دابا تطرقنا حنا كرئيس دابا بالنسبه للسلطه ما عندنا حتى علاقه، عندنا جماعه ديالنا، عندنا رئيس. حفيظي احمد دوار الحلفاء ولاد عزيز ساكن بالمويلحق. سيد الناس بناو الطريق على الغش وكيجيبوا التراب وكيحطوا هنايا وما كاينش اللي يقدر يهضر معاه وما كاينش الناس مسؤولين، حنا ما عارفين شيء. ايوا دابا ما دوزتش دابا تاع عام هاي بدا تتريب، والناس اللي غادي نشوف واش غنديروا نشوفوا المسؤولين وهذه اللي غادي الناس مكلفين
نلحقوا عليهم هما اللي غادي يتكلفوا بهذا الشيء سيدي. وذاك الفراج الفوق راه حتى هو دابا حنايا كنطلبوا من هذا الطريق، دابا حنا بغينا تصلح. هاد الناس يوصلوا الساعه غشوها دابا من الحق الصيف الناس الطريق هي مشات من انهيار. دابا حنا بغينا من المسؤولين يشوفوا ما يديروا، ما يديروا معنا شي حل على الطريق. الطريق راه ما حنا ما عجبتناش، ما خدامهاش الطريق. جيب واحد حمق واش دخلت عليك بالله، هادي واش الطريق، هادي واش الطريق، ما طريق ما والو. هادي هي مشات من انهيار، هادي واش شانتي القدرون، هاد القدرون غادي تمشوا بيدك، راه ما كاين لا طريق لا والو. الطريق شنا الطريق، فرحنا قلنا الحمد لله الساكنه غتستافد من الطريق، ما كاين حتى حاجه والو. هاد الفراج داروه من هنايا ما خدام حتى صالح الناس، كيتم غادي مساكن هازين الزرع ديالهم غايديوه يبيعوه، ما غادي غايديوه شي طريق اخرى. هاد الفراج خايب، هذا شي نهار غايفتح شي واحد، ما خدام لا طريق لا حتى حاجه، ما خدامها وخر حريق. جماعه عماله خويسه ايوا هذا ما كان. واش هادي التراب؟ واش هادي التوف؟ هادي هادي راه التراب، هادي 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 التراب، هادي 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 اللي حاب معذبي دابا يولي يدورو بعاد عاد يهولو. والصراحة الطريق والمسافة هي صحيحة ولا ما صحيحاش؟ والله يا خواتك شوف راه تشقق 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 كل الطريق مغشوشة، مغشوشة مغشوشة الطريق، كل الطريق مغشوشة. كل المقاول دار خدمتو انا وزاد بحالو كلا راس المال وزاد بحالو هذاك الشيء اللي كاين صافي. كل راه كلا وزاد بحالو يا الطريق خطر، الطريق خطيرة. الفراج دارو بحالو شقق شوية غش غاديش نشوف قداش هما مشات قاتمي غطيه واخا خويا. شكرا. الناس المختصين خصهم يجيو يطالعوا عين المكان، هاد الشيء هذا واش معقول ولا لا. ودابا نزيدو نتاكدو من هادشي، كنطلبو من هاد السيد هاد المقاول هذا هو خاصهم انهم باقي الامور مزمه في يديهم، يجيو يطالعوا على الطريق هذيك مصيبه. واش عندنا الحق ولا ما عندناش حق؟ هاد الطريق هادي ملي دوز ليها عام ولا عامين كي غادي نوليو نسندو نقزو من الحيوط، راه الدنيا تشوف حيوط. عندنا المعبر الوحيد هو هاد المعبر هذا هو، من غيره ما عندناش من ندوزو. هاد البلاد هادي هي مهموله لواحد الدرجه ما كايناش، ويزيدوا الناس السلطه المحليه ويزيدوا الناس المعنيين بالامر انه يسنكرونا، راه هادشي راه لا حول ولا قوه الا بالله العظيم.